ولن نحتاج إلى جهد ذهني كبير كي نستحضر ذهنياً كيف كان الفوتوغرافيا الفضل في توطيد علاقات إنسانية وتسهيل تحقيقات أمنية وفك ألغاز اجتماعية. في هذا المنتدى ديال الفوتوغرافيا وهذا المهرجان الدولي اللي كنا شاركنا فيه في الدورة الأولى ديالو في 2019 وكانت دورة ناجحة الحمد لله. في هذا العام الدورة الثانية ديال المهرجان الفوتوغرافي الدولي اللي كنشاركوا فيه وكنشاركوا فيه يعني بواحد الطريقه اللي هي اكاديميه, يعني حتى ان كان هاد لي فوتوغراف بروفيسيونيل دازوا عندنا المعهد وداروا ورشات وتحاوروا مع طلبه, ويعني كما كتعرفوا ان هاد لي فوتوغراف راهما دي زارتيست فنانين كبار اللي يعني كيجولوا العالم بالفن ديالهم اللي هو الفن الفوتوغرافي. وحنا حنا بصفتنا مؤسسين ديال مؤسسة إيباك اللي الاختصاص ديالها الفوتوغرافي والأوديو فيزويل, ما كان يمكننا أن نشجعوا يعني ونكونوا من الفاعلين في هاد المنتدى. ومعلوم إن شاء الله يكونوا منتديات أخرين اللي غادي نشاركوا فيهم, وإن شاء الله باش نهزوا الراية ديال الفن في المغرب. حنا كنا دائما سباقين باش نعاونوا الجمعيات ونعاونوا لي فيديراسيون كوساسوا في لا فوتوغرافي ولا في فنون اخرى, كنعاونوهم ماديا ومعنويا وكنحاولوا ما امكن نوفروا لهم واحد الارضيه باش يبينوا يعني الفن ديالهم وتكون ان شاء الله واحد البادره طيبه. على التضحيات بنفس المناسبه اشكر بحراره السيد سفير دوله بلغاريا الذي رافقنا طيلة شهور الاستعدادات تنسيقا وتدقيقا في كل التفاصيل التنظيمية والتمويلية, حيث لم يبخل بوقته وماله الخاص وكل إمكانياته وتجربته لإنجاح هذه الدورة. شكرا سيد بلامن زولور. الجمعية المنظمة لهذا المهرجان الذي هو في دورته الثانية, كانت الدورة الأولى عرفت نجاحا كبيرا واستضفنا الصين كدولة ضيف شرف. هذه السنة كنستضفوا بلغاريا كدولة ضيف شرف وحاضرة بوفد كبير من فوتوغرافيين, وحاليا كنتواجدوا في باهو معرض للمصورين الفوتوغرافيين. المهرجان هو عبارة عن فضاء للقاء بين الفوتوغرافيين وتبادل الخبرات. المهرجان هو مدرسة لأن هناك عدة يعني ندوات, عدة ورشات, هناك ماستر كلاس, هناك كذلك عدة معارض, خمسة معارض بالمدينة, معرض إفريقي, معرض بلغاري, ومعرض فردي لي شخصيا حول التبوريدة, وكذلك معرض للمصورين الشباب المغاربة, وكذلك استثناء هذه السنة معرض الرسم كانفتاح على الفنون الأخرى. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد, وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.